خل اوريكم هديتي، شوفوا بس انا وين مغبيه الهديه. الحين انت تصنف باريستا. هنا عاد خلصت الغداء، حطيت صينيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا هلا والله، حياكم الله، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون طيبين. كيفكم مع بدايه المدارس؟ ان شاء الله نظمتوا نومكم. انا الحمد لله يعني امبارح نمت نومة زين، اللهم لك الحمد لك الشكر. عاد ما جاني النوم الحين بعد ما راحوا عيالي المدرسة، قلت خليني شوي. صراحة البارح جانا عج مو طبيعي، مرة اندفنا، حرفيا اندفنا. شوف بعض المناطق علقوا دراسة، صار عن بعد، زي الشرقية، كل الشرقية علقوا، والقصيم علقوا. عاد صراحة ما الحوش الحين يبي له غسل، ما أقدر أغسله لأني أخاف يعني يجي عج زيادة وما راح يكون في فائدة إني أغسله. عاد قلت خلي أسوي اليوم معاكم فلوق كذا حلو، يعني مرة مفتوحة نفسي اليوم الحمد لله. هذه أشياء قلت خليني أشارككم إياها، جايبتها لي روان من القصيم من بريدة. يعني أنا صراحة ما أروح بريدة أبدا، بس هم يتعاملوا مع محلات عطارة وكذا مشهورة هناك، فجبت لي شوية أشياء قلت خليني أوريكم إياها. جبت لي هذا، مرة متحمسة إني أجربه. هذا يعني زي الكشنة مجففة، يعني تقول إنك في كل شيء، يعني في بصل، في بهارات، في طماطم. يعني إذا كنت متعجزة مثلا ما بيقطع بصل، ما بيسوي كشنة، مرة ممتاز. خليني أوريكم إياه. ريحة تجنن. متحمسة أجربه اليوم. جبت لي منه اثنين. وبعد جبت لي زيت خروع. مرة يا بنات يمدحون زيت الخروع الكل شيء، بس بصراحة استغربت لونه، أنا كنت شريته ما كان كذا. بجربه إن شاء الله بإذن الله، بجربه لبشرتي. وقول مثلا إن صرتي تحسين بألم أو شيء مثلا بالبطن، تدهنين السرة بزيت الخروع. يعني أنتوا اقروا عن فوائده، مرة مرة ممتاز. بعد هذه المرة شوفوا يا بنات السعر 10 ريال بس، جنن جنن جنن. شوفوا شلون اللون، يعني عرفت انها ممتازة من لونها. شوفوا اذا كان لون المرة فاتح معناته انها ممتازة، عرفتوا. جابت لي بعد مسمنة، بشوف الريحة، حطها بعلبة. ريحة تجنن، تاخذ العقل ما شاء الله، لا اله الا الله. عاد توني شايفة مقطع كبسة حساوية اشتهيتها مرة، يعني بحط معاها من هذه مسمنة، ابي اسويها ان شاء الله. جابت لي بعد هذه المورينجا، مرة يمدحون هالمورينجا. بعد زين اللي عندهم سكر واللي عندهم، يعني له فوائد كثيرة. نفس الشيء سعرها 10 ريال. يلا بحطهم مكانهم. وهذا الكيس بعد حتى مستفيد منه زين.
هذا جهاز قهوة، تخيلوا كان طالبة ولدي، كان بيسوي لنا فقرة يوم العيد. يعني هذه القهوة الظاهرة اسمها المقطرة. أنا عائلتي ما شاء الله نحب جميع أنواع القهوة، وعلى رأسهم أنا أحب القهوة السعودية. وش اسمه، لا إله إلا الله، عندنا أكثر من جهاز زي ما أنتم شايفين للقهوة. هذا عاد أقول لكم كان جايبة للعيد، يبي يسوي لنا فقرة قهوة باردة مثل مقطرة، مش اسمها، ما وصلت طلبيته إلا اليوم قبل ما يروح الدوام. قال شوف يما أنا وصلت طلبيتي. عاد قلت لازم تسوي لنا ريفيو عن الجهاز. هذا هو، شوفوا، قلت له لازم تسوي لنا ريفيو عن الجهاز. قال خلاص بس أجي من الدوام إن شاء الله أضبط لكم قهوة. عاد انتظرونا نسويه خلال الفلوق اليوم. اليوم عاد أقول لكم صراحة قاعدة أنظف، خلصت الغرفة هناك أمس الله يكرمكم، غسل دورات المياه، ما راح أغسلهم اليوم. وأنا قاعدة أدور صراحة على عروض عن شركات كذا عاملات أبي بالشهر، بس لحد الآن صراحة ما لقيت. تعرفون لما يعني شلون احنا نسميه يعني بالقصيم، اللي شاوفتي شاوفتي على الشيء، فخلاص مالي نفس، يعني خلاص انا حاطه ببالي اني راح اجيب عامله، فمالي نفس ابدا، خاصه بعد رمضان كذا وارهاق رمضان. عاد اقول لكم حين خلصت بأبخر البيت، وش اسمه، بسوي لي بخور، بسوي لي فطور وافطر روق. بصراحة يا بنات أحب قومة الصبح، مع أني أحيانا أكون ما أسوي شيء، بس والله قومة الصبح مرة مرة منعشة كذا حلوة. أمس عاد نمت شوي بعد الظهر، يعني أنا من الناس اللي قليل قليل مرة ينامون يأخذون القيلولة. أمس نمت والله كانت نومة مرة حلوة، نمت تقريبا ساعة، نمت الساعة 1:30، قمت الساعة 2:30، حسيت مرة حلوة. ودي كذا يعني يكون نظامي، ودي يكون يعني أسوي لي نظام كذا صحي، ودي يصير أمشي الصباح. تخيلوا عندي سير، بس أنا مرة كنت استخدم السير وقت كورونا، بس الحين ما عاد استخدمته ابدا. ما ادري، احس انه يتعب الركب. احب لي يعني احب امشي برا، ما احب امشي على السير. يعني من يوم جربت الطلعه والمشي يعني بالبرا، وانا احب اكثر يعني من السير. عاد يلا تعالوا الحين بوريكم، خل اوريكم هديتي. شوفوا بس انا وين مغبيه الهديه. تخيلوا هذه الهديتي، هذه من روان، إلى الحين ما فتحتها، قلت خلينا أفتحها معاكم، ولا فتحت ولا شيء من هدايا العيد، ما أدري إيش فيني يعني ذا السنة صراحة. طبعا هي بخور ما شاء الله، لا إله إلا الله، الله يكثر خيرها يجزاها خير. عاد بفتحها الحين معاكم ونبخر كذا ننبسط، نسوي لنا فطور. والكيسة هذه ما راح أرميها، تعرفون يعني حنا قسمان نحب عادة التدوير. يلا استخدمها في شيء ثاني. جميلة والله. يلا خلنا نفتح البخور ونبخر بعدين نسوي فطوري. خلنا نفتح هذه أول شيء. شايفين الجمال، روعة. هذه أنا عندي، إذا كنتوا شفتوها عندي من قبل، بس أخذها ولدي الله يصلحه ولا عاد رجعها، اللي تجيك أعواد تبخير، اللي تجيك كذا مستطيلة. عندي تعرفون مش قاموا يبدعون بأشكال وألوان، يعني محلات البخور. فشوفوا هذا شلون الشكل الجديد، شوفوا هذه قاعدة تركبين عليها البخور، شوفوا بس التفاصيل ما شاء الله. هنا حبات البخور، هنا حاطين لي ولاعة، مرة مرة حبيت ما شاء الله، جميل. طريقتها انك تشبينه، بسم الله الرحمن الرحيم، تخلينا شوي
خلينا شوي بعدين عطفينه وخلاص يبدأ يبخر. خلاص كذا يبدأ يبخر. شكرا يا روان، الله يسعدك كثر خيرك، حبيت مرة الهدية. خليني اظبطها. نجي لهذه العلبة، اتوقع انها بعد بخور. حلو الهدوء الصبح، ما تسمعين نفس، ما تسمعين اي صوت، حتى العصافير مدري ليش ساكتين، طارنا مع العجة نحاشوا. يلا ما شاء الله الريحة تجنن يا بنات، والله مرة حلو. الله على الجمال، شوفوا نفس الشيء بعد مبخرة. وهذه علبة بخور ما شاء الله، بجرب بعد مرة ثانية بوقت ثاني. جنن جنن جنن، شكرا يا روان، كني شكرتك يعني أكثر من مرة. مرة حبيت 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 البوكس، مرة يجنن. ايش رايك؟ شو اسمه شفنيرة. يلا خروح اضبط لي فطور، نسيت اقرا الكرت. روان كاتبة امي الحبيبة، انتي زينة الاعياد، كل عام وانتي بخير، أنت بخير وصحة وسلامة يا روان يا الجميلة، الله يجزاك خير. صراحة ما راح أرمي الكرت، بحتفظ فيه. خليني بس أشيل ال مع الثلج. خيرا فكيناه، ما بغى بحطه هنا مع ال هذه الهدية الثانية. ايش تتوقعون؟ اخترت جوال، تخيلين الى الحين ما فتحته، كل شوي يجون عيالي يلا يا ماما فتحتي الجوال، اقول لا ما انا فتحتها الحين، تخيلين شريتها قبل العيد بيومين، توني بفتحها اليوم الحين ان شاء الله بفتحها، بس بروح اسوي له فطور. وش اسمه، طبعا اشتريت ايفون 5، انا كنت والله صراحه ابي 4 يعني ايفون 4، بس تعرفون يعني كنت اصور بهذا الجوال اللي معي الحين اصور فيه، بدا يخبط شوي، بدا كل شوي يقول لي الذاكره ممتلئه، قلت خلاص خليني اشتري جوال جديد. اشتريت ايفون 5 سعته 250 يعني، الله يبارك لي فيه. يلا خلاص نضبط لنا الفطور، نفطر نعين الله خير، بعدين عاد نشوف شو بنسوي غدا اليوم. فكر اسوي صينية دجاج، سويتها برمضان طلعت مرة لذيذة، فكر اسويها مع رز، نفسي مرة بالرز الحساوي، شفته مقطع لها الصبح وانا شكلي جوعانة.
راح اسويها للفطور. محتاره اسوي لي حمصه تونه ولا اسوي لي بيض. انا مو مره على التونه صراحه، عشان كذا بسوي لي بيض، وبجرب هذه، بجرب هذه الكشنه اللي قلت لكم تو عليها، من بصابره صراحه للظهر، لان معها بصل طماط بهارات، فبجربها مع البيض. الله على الريحة تجنن. بحط معاه شوي فلفل بعد، بعدين أنا بحط البيض. بحط شوي معجون طماطم. أوه لازم نجيب العيد، عشان ما عندي طماطم اليوم. بعدين سبحان الله ما احب اضيف الا البيض ملح، ما ادري كذا سبحان الله ما احب اضيف له ملح. ادم هذه البهارات معها كذا كشنة، اتوقع معاها ملح، وما راح اضيف شيء. بدي بس تشمون الريحة. شوية لبنة، شوية جبن، لازم تجربون خلطة الأجبان هذه اللي عند فران حطب، تاخذ العقل. خلطة الأجبان فيها حارة وفي باردة، انا اخذ دائما الحاره. احط هذا البيض مع
لحط له صحن بالحاله، خلي تجيب صحن. سويت شوي شاهي، هذا الحليب، هنا عاد خلصت الغداء. حطيت صينية الدجاج بالفرن، سويتها برمضان عجبتنا مرة، تحت حطيت طبقة خضار، حطيت بطاطس، جزر، حطيت كوسة، وبعدين صفيت فوقها الدجاج عشان يعني تنزل موية الدجاج على الخضار، تعطيها نكهة وتستوي يعني. وبعدين حمرتها وسويت معها هذا الرز، وجربت بعد يا بنات تو البصل اللي أقول لكم يجنن 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 صراحة، شكلي بجيب منه كراتين صراحة، يغني عن تقطيع البصل والطعم والريحة صراحة مرة حلوة. بس هذا كان غدانا. جاء وقت القهوة، انا فتحته شوي الصبح بس ما قدرت افتح، خلي لين تجي انت تفتح كلش. اهلا وسهلا متابعينا، امي الله يحييك. الحين انت تصنف باريستا. منصور من عشاق القهوه. ايه عرفته، هذا اللي يجي معاه بريك وكذا تقطير. ايه هذه يسمونها حقيبه السفر. ممتاز. يعني هي اصلا تجي شنطه زي كذا، ما ادري وريتيهم من برا. اي بس وريتهم من برا يعني تحتهم. ايوه فهي ميزتها انه يمديك تاخذه معك، تعرفين يعني احنا سفراتنا ما نقعد بالبيت ما نوقف. يلا طيب، للطلعات عموما مثلا شاليه كذا شيء حلو. صح صح، مو بشرط يعني السفرات، تعرفين ان احنا اذا قلنا برا بس ما نعرف إيه. اذا سافرنا برا طيب يحتاج نغسل صح؟ غسلهن؟ اتوقع ايه، هذا يسرفوه اكوار، هذا الابريق، ابريق عاد لا تدققون بالمسميات، بس هذا المصفى اللي يصفيه الصراحة. ايه اللي ينحط عليه الفلتر. اصبري يوه الحين انفضح ان ايه كذا. طيب وش بعد؟ هذه المطحنة، وهو قطعة ثانية. طيب وهذا الإبريق، هذا اللي يصبه الماء اللي يقطر به. هنا عاد تجيب الفلاتر. هذا الميزان، الحمد لله جاك ميزان. الحمد لله انت محمد عند الميزان، عند هواش الميزان. هذا الفلاتر نفس اللي عندنا، فلاتر. وهذا ايش؟ هذا مقياس الحرارة. ايه مقياس حرارة عشان اعتقد درس حرارتنا. وبس كذا خلينا نغسل البريك ذولي ونرجع بالغلاية. حط بالغلاية، خلاص جهزت العدة. شيلوا العدة، فلتر ولا هذا حق التقطير.
لازم، هذه ما نصيحة للمتابعين، لازم نصير نظيفين. يعني شوف حتى الفلتر هو ورقة لازم ننظفها، فما بالك بقلوبنا. لازم تفلتر. سما سوداء كقلوب بعض البشر. لا عاد. حسبك يعني ست الكيلة. وشو؟ بالموية. ولا عاد. الموية؟ لا هو يقول لتس إنه يعني لازم نسبة الموية بالتقريبا القهوة، يعني كل 60 جرام قهوة لتر موية تقريبا. حلو. يعني إذا بتحطين القهوة المطحونة 60 جرام تقريبا لتر موية، أو يعني في ناس وحسبتهم عاد. لكن هذه أنا حسبتي. إيه. أعطيت. كلنا حسبته. كلنا حسبته. يلا. هذا حنا تقريبا بنحط 30 جرام قهوة. صارت 36. اه زادت شوي. لا مشكلة، لا مشكلة. لا تسامت. ثم بعده. يعني محمد بعد يبي يقول ابي. ما اتوقع هذه كافية لثلاث اشخاص. نبدأ الآن. شو نسوي؟ نصفر الميزان. ونبدأ بسم الله. نبدأ نصب بعدين يصل بالميزان 50، ثم نروح نحط المؤقت دقيقة. الحين وصل 50؟ اي وصل 50، والحين حطينا دقيقة، نصبر دقيقة ثم عاد نسحب على الكلام اللي قلناه قبل شوي ونكمل، لأن ما احنا فاضيين ننتظر. اي والله. بعدين يقول لك يا أم وسن، أم ماما، لا أستطيع بدء يومي دون احتساب. قضى يومك الحين. خلص اليوم. أفا. يعني كل يوم الصبح تقعد كذا يبي لك يروح على الدوام وأنت تقطر قهوة. Thank you.